أم نعمة، مرحبا بك أختي. سعاد أختي مرحبا بك. كيف العادة اللي شاف هاد اللايف بارطاجي معنا، إن شاء الله اللي عجبتها شي حاجة في هاد لي زارتيكل اللي غندوزو فرات سكريني وتواصل معنا في الرقم ديال الواتساب، الرقم ديالنا نخليه لكم 0604 22 06 28. هذا هو الرقم ديال الواتساب ديالنا البنات 0604 22 06 28. مرحبا بكم. عليكم السلام اختي ام نعمه، اختي شيكا مرحبا. ناس عاونونا بالبارطاج اختي نعيمه، مرحبا بك سنتي. متنساوش البنات دعمونا بالبارطاج. اختي نسمة مرحبا. نبداو البنات اول ارتيكل معنا، نبداو بالخواتم. كاين هاد الخاتم ديال دق البرا، انا اللهم بارك دا البنات راه داير كامل، يعني ماشي دوك اللي كيكونوا سامبل من التحت، هذا داير كامل بالنقش ديال دق البرا. بالنسبه للقياس ديال الدوره ديالو هذا البنات 1.9 1.9، الغرامات ديالو كيوزن 3 غرام، هذا البنات 3 غرام اللي كيوزنها، الثمن ديالو 2050 درهم، انا اللهم بارك 2050 درهم. كاين الثاني البنات 2150 درهم، بيناتهم فرق ديال 100 درهم، هادو اللهم بارك. بالنسبة لهاد الثاني القياس ديالو هو القياس 1.9، مختلفين غير في الغرامات، يعني ما كاينش واحد الفرق اللي كثير بيناتهم. هذا البنات 2150 درهم، الثاني 2150 درهم، بيناتهم 100 درهم. بجوج هما البنات دايرين بالنقش، ماشي دوك لي سامبل من التحت. كاين هاد الموديل ديال 3D، انا اللهم بارك كيجي بوم بيضا من الفوق. اختي نادية مرحبا، عليكم السلام اختي كريمة. هذا البنات شكرا على النصيحة اختي شيكا، غير بالنسبة للتيك توك فراه خاصك توصل واحد العدد معين ديال المتابعين، غادي يمكن لك دير فيه اللايف ان شاء الله، غير نجمعو 1000 شخص فراه غنوليو نديرو فيه تا ولي لايف. انا البنات هذا 1.9 فهاد الخاتم ديال 3D، الله البنات كلكم دخلوا للكوم ديال التيك توك راه مخلي ليا ديالو باش ان شاء الله تعاونو نديرو فيه لي لايف. هدا البنات 1650 درهم، 1650 درهم، انا البنات اللهم بارك جديد بتمن العميزات البنات.
هذا البنات جمله ما ناخذوش بهذا الثمن. انا اللهم بارك 1650 درهم. شوف الميسي الميسي كف الهميزات باقي لا خشاف لما كندير اللايف كنحط ليا ديال التيك توك وديال الانستغرام بالنسبه للخشي ام بناش ما ميسي كاين في الجديد. انا البنات كاين هاد الخشم ديال كلاش هو كاين هذا القياس الصغير بالنسبه للاولاني غتكون 1.9 تشاو. هذا البنات جوج جوج سنتيم في القياس ديال الدوره ديالو. غرامات 3.21 غرام. هذا البنات 2200 درهم. انا اللهم بارك البنات السلعه راه باقا جديده يعني اللي ما بانش لي شي ارتيكل مزيان راه نصوروا ليه الفيديو نلوحوا ليه في الواتساب. ما عليكم غير تسكرينيو السلعه باقا كتبر اللهم بارك البنات. هذا قلنا الثمن ديالو 2200 درهم. عليكم السلام خشي شي قاشي بربي. بالنسبه لهذا الصغير غيكون 1.6 هذا البنات 1.8 1.8 في القياس. اختي خديجه اختي رجاء الاخت اسيا مرحبا بكم كاملين. هذا البنات 1350 درهم 1350 درهم. بالنسبه للقياس ديال الدوره ديالو راه صغير. اختي لويز حاليا ما كاينش. لويز اختي انت الى عندك حنا نشريو من عندك. هذا البنات هو نفس القياس. هذا البنات 1400 درهم. انا البنات هادو راه فيهم بجوج بجوج و 1.8 اختلاف غير في الكرامات. عفوا البنات هادو راه كرامات وحدين يعني الثمن واحد فيهم. كاينين جوج خواتم ديال الكروتشا هما. كاينين البنات هادو جوج هذا فيه جوج سنتيم في الدورة ديالو هذا 1.9. بالنسبه للقياس ديال جوج فراه فيه كيوزن 2.74 غرام. هذا البنات الثمن ديالو 2000 درهم عفوا 1900 درهم البنات. هذا الشيء اللي بغيتها حاليا جديده سير كوموند فراه 710 درهم. هذا البنات 1900 درهم كيف ما قلنا. بالنسبه للثاني اللي كيو اللي فيه الدوره ديالو 1.9 تاهو 1900 درهم البنات. هادو نفس الكرامات غير واحد هذا راه 2 سنتيم في الدوره وهذا 1.9 في الدوره. اختي احلام هادو ما فيهمش الحجر هادو سامبل. اختي ايا مرحبا بك. كيف ما قلنا البنات هادو الثمن ديالهم 1900 درهم الواحد هذا 2 سنتيم في الدوره وهذا 1.9. اختي رجاء مرحبا. عليكم السلام اختي امال. اناس خويا مرحبا بك. كاين هذا الخشم حتى هو مرسوم فيه الفيل. انا البنات هادو راه كاينين الحلقات ديالو خدمه ديال البرا هذا البنات اللهم بارك.
تعدل الناس 1.8 في الدور. امين اخوي انس، الله يسر الجميع ان شاء الله. شي امال كاينين هاد البراسليات هادو غندوزهم في الميزاج. انا اخشي هادو هما البراسليات اللي غندوزو في الهميزات اليوم. كاينين واحد الكورميطات تاهوما، غير بقاي معانا وبارطاجي مع خوك. هادا البنات كيف ما قلنا نرجعو الخاتم اللي كنا فيه، هذا 1.8. بالنسبة لغرامات راه 8.22 غرام، هذا الثمن ديالو 5650 درهم البنات. خاتم هماو والله مبارك، من ناحية الانتان راه متين، الثمن ديالو 5650 درهم، قولوا لي الثمن ديالو تا هو راه متين. أنا البنات خشي عندي هاد الهدف في التخريب، هذا فيه جوج، هذا القياس ديالهم 5.5، هادو خشي راه باقيين جداد اللهم بارك، هادو راه جداد خشي. كيف ما قلنا الثمن ديالو 5650 درهم. الله يخليك ديما ضاحك اختي كريمه. بالنسبه للقطر قلنا راه 1.8 د البنات. ندوزو الحلقات ديالو. انا البنات الحلقات ديالو بالنسبة للحلقات كيفاش كيتسدو يعني. هادو البنات 8.30 غرام، الثمن ديالهم 5700 درهم، 5700 درهم البنات هادو. أنا اللهم بارك. هادي اللي قال لك ما قدو فيل زادو فيلا. عمو البنات 5700 درهم هادو البنات، ما قدو فيل زادو فيلا. اختي ملاك مرحبا بك. كاينين هادو ديال حريم السلطان اختي الدنيا، غير بقاي معانا ندوزو ايطاب باغ ايطاب. كاينين واحد السنيسلات معاهم واحد التعالق ندوزوهم ان شاء الله. دابا حنا في الحلقات نكملوهم وان شاء الله ندوزو للسناسل. انا البنات كاينين هاد الحلقات ديال حريم السلطان. اختي نادية مرحبا بيك. بالنسبة لكراماج ديالو مالو 0.10، هادو الثمن ديالهم 4200 درهم، انا الله مبارك. بلاش بالنسبه لليطا ديال السلعه راه الله مبارك، راه باقا جديده، انا زيرو اغلاط الله مبارك البنات. اختارات كل بغيتها سير كوموند فرا مرحبا في الميزاج، حاليا ما كايناش. كنا دوزنا واحد اللايف اللي فاش خش عند قياس 0.6 صراحة. شحال قلنا الثمن ديالهم 4200 درهم البنات هادو، انا اللهم بارك، ديال حريم السلطان، رام كبار بالنسبة للطول ديالهم. تقريبا 2 سنتيم في الطول البنات، عاطين العين اللهم بارك في البدل، كيجيو عاطين العين. أم زياد مرحبا بيك أختي.
الحلقات ديال البنانه انا الناس كيوزنوا 3 غرام فاصل 130 الثمن ديالهم 2300 درهم هادو البنات 2300 درهم اختي الجميله مرحبا بك هادو 2300 درهم ديال البنانه اللي دوزنا هما باقين في يدي 2300 درهم اختي نسمة ما كاينينش حاليا صراحه مرحبا اختي جميله تابوناي معنا في الباج كنديروا لي لايف نهار الاربعاء ونهار السبت ومرحبا بك معنا في العائله المتواضعه ديالنا هادو البنات قلنا 2300 درهم خشي ديال الحريم السلطان كنت قلت لهم 4200 درهم 4200 درهم ها هما اللهم بارك اختي جميله 4200 درهم هادو اختي هادو 4200 درهم في الثمن ديالهم كاين البنات هاد لونسومبل هذا البنات غنعبروه بلا سنسله سنسله جديده خلينا في الهميزات على البنات لونسون باقي جديد اللهم بارك عقلوا معايا الله يرضي عليكم الذاكره شويه ضعيفه بالنسبه للبراسلي فرا البراسلي البنات 5.8 في القياس بالنسبه للبراسلي راه 5.8 الخاشم 1.8 بالنسبه للدوره ديال الخشب فراه 1.8 البنات خويا حمزه مرحبا اختي مريم مرحبا بك سنتي شافت اللايف سبارطاجي معنا باقيين واحد الميزاج انا البنات لونسومبل كامل بالنسبه للبراسلي راه قلنا القياس ديالو 5.8 والخاتم فراه 1.8 هذا البنات كيوزن 24 غرام فاصل 45 ابار السنسله يعني السنسله ما حاسبينهاش غير التعليقه الحلقات والخاتم والبراسلي كيوزن 24 غرام فاصل 45 الثمن ديالو هذا البنات 16850 درهم 16850 درهم كامل اللهم بارك البنات هذا بالنسبه للكاليتي راه باقي جديده البنات هذا
16850 درهم. أنا البنات اللي عجبات سكريني ومرحبا بكم. عليكم السلام خويا محمد. مسامحة الناس مشينا نشربوا، ريت نخليكم تبرقوا شوية في الفيترين اللور اللي عجبت شي سلسلة البنات في هذا الفرع. مرحبا. هذا الثمن ديالو البنات قلنا 16850 درهم. كبر بك اختي كريمه، اللهم لك الحمد، الشهاده كنفتخر بها اختي. اختي كريمه راه اول وحده غتقدم عندي من اللايف. اول وحده غنتسفيلو معايا الاخت كريمه من اول لايف درت هي الاخت كريمه. مرحبا اختي ام الرجال، مرحبا. نساك المرشح اختي وفاء، اختي غير القيصارية ولاو كيسدوها بكري، فقررنا اننا نوليو نديرو اللايف هنا. الاخ حسان مرحبا. كاينة البنات هاد السلسلة ديال الويتشاية، على الله مبارك. هذه بالنسبة للجرامات ديالك كتوزن 9.11 غرام. هذا البنات 6250 درهم، 6250 درهم البنات. هذي بصحتك اختي كريمة، دخلوا لك بالصحة والسلامة ان شاء الله. على البنات هادي 6250 درهم. اختي فاطمة كاينين جبراس لياش ديال التخرام، كاينة هاد النبالة هادي. بالنسبة لهاد الجبراس لياش القياس ديال الدورة ديالهم 5.5، كيوزنو 17.47 غرام. هاد التمن ديالهم 12050 درهم. بالنسبة للدورة ديالهم فرا 5.5. أنا البنات هادو البنات راه باقيين جداد، اللهم بارك، السلعة نقية. كاين هاد النبالة شاهي بلدية دايرة كاملة بالنقش، سير شي بهاد الحجيرات كيعطي واحد المنظر زوين، اللهم بارك. أم الرجال كاينين واحد ثلاثة أربعة الكورميطاج غنبارطاجيهم معاكم. كاينين جوج ديال ليبول، كاينة واحدة ديال دق البرا، كاين طروادي. غير صبري معانا أختي وفاء. هدا البنات القياس ديالو 5.9، نبالة هماوية اللهم بارك. هذا الناس كتوزن 16.52 غرام، الثمن ديالها 11400 درهم، 11400 درهم البنات. هادي 1,028,000 ريال. أنا البنات الله مبارك، تأكدوا من القياس ديال الدورة.
هذا البنات الدوره ديال 6 سنتيم، عفوا 6 سنتيم البنات هذا 11400 درهم الثمن ديالو. اختي ليلى مرحبا بك. بالنسبه للاخت وفاء اللي سولتنا على الكورميطاج، الاخت كريمه هي سولتنا على الكورميطاج، كاينين هادو انا البنات، كاينه ديال الطروادي، كاينه هادي ديال الليبول فيها واحد الشخريشيشات كيعطي واحد المنظر زوين. انا السداده ديال الله مبارك السلعه راه الصح والعمال البنات، هادي لبسيها وعينك مغمضين. كاين غورميت ديال دق البرا، كاين هادي ديال الليبول حتى هي كدوز سامبل، كاين هادي ديال حريم السلطان. انا البنات اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها وتواصل معنا في الواتساب، الرقم ديالنا 06 04 22 06 28. مرحبا بكم كاملين، وما نساوش هادي، غادي نخليوها بوحدها انا البنات. يوم الليمن كاين هاد الكورميت ديال الطروادي السلسلة راه شوبار انا البنات. جوج غرام فاصلة 48 الثمن ديالها 1700 درهم، 1700 درهم البنات. هادي بالنسبة للسدادات فراه كاين الزيادة والنقصان، سدها على حساب فين بغيتي انا الله مبارك. 1700 درهم البنات هادي، بلاش بالنسبه لهاد السلعه اللي كندوز دابا راه في الجمله، يعني ثمن الجمله ما كناخذوهاش بحال هذا الثمن، كناخذوها اكثر من الثمن، وبالنسبه للكاليتي ديال السلعه راه جديده الله مبارك، هادي هميزه وهاوته في نفس الوقت، يعني هاد السلعة في الجديد إلا بغيتها خاصك تزيد عليها واحد 300 درهم 400 درهم على حساب لاغشيكل وعلى حساب الكراميش. أنا الله مبارك 1700 درهم هادي البنات. كاينة هادي ديال ليبول، هادو ديال ليبول بلا ما نهضرو عليهم، هادو ماشي كتاخدهم ميزات راه صراحة شنا البنات، يعني هاد السلعة في الجديد راه كتقام غالية، يعني كتفوزو بها في الميزات راه ميزات انا البنات الله مبارك. هذا هو كيف ما كنقولوا حتى حاجه ما كتغلى على خواتاتنا انا البنات الله مبارك. بالنسبه للسامبل فراه كتوزن 5 غرام فاصلة 53، الثمن ديالها 3800 درهم، 3800 درهم البنات هادي. قال هذا البنات راه ما فيهاش الزياده والنقصان، يعني فيها سداده وحده والطول ديالها 19 سنتيم، هذا البنات 19 سنتيم، هادي ما فيهاش زياده ونقصان، يعني غتسد في بلاصه وحده. كاينه هادي كتجيب هاد جوج خريشيشات، انا الله مبارك. واحد ديزاين واعر البنات هذا انا الله مبارك. انا السداده يعني راه الصح والعمل، غرامات 9 غرام فاصلة 77، الثمن ديال هذه البنات 6750 درهم، ولكن راه تستاهلها، يعني الا لبستيها راكي لابسه غورميت ديال ليبول نيش 6750 درهم،
اختي اسماء مرحبا، اخت سكينه مرحبا، ام اسامه مرحبا بك انت، الله يخلي لك الوليد. خويا ابراهيم مرحبا بك انت معنا، انا بغيت نتهلا في الوالده ولا المدام، مرحبا خويا. الله ما قلت هذه بعدا واش دوزت ولا باقي. هذا البنات غورميت ديال دق البرا فاز زياده ونقصان. خويا كمال مرحبا، انا البنات هذا البنات فاز زياده ونقصان، تسدها في الماء بغيتي على حساب اليد ديالك. كتوزن 3.82 غرام، الثمن ديال 2600 درهم. هذا البنات 2600 درهم ناس الصلعة كندوو على الجديد، اللهم بارك. 2600 درهم البنات هادي. كاين مرحبا اختي منى مرحبا. كاين البنات هاد الكورميطة هادي ديال حريم السلطان، اختي اقبال مرحبا، كتوزن البنات هادي 4.69 غرام، الثمن ديال 3200 درهم. انا الله مبارك 3200 درهم البنات اختي وفاء، اجينا الكورميطات خرجتي. هادا البنات 3200 درهم. كاين هاد الكورميط هادي، هادي الصراحة ما عرفتش شكون هاد المرضية اللي غتكتب ليا. أنا البنات خدمة راه ديال برا، يعني بلا ما ندوي على الفينيسيو. بالنسبة للصح راه هي داوية على راسها، غير شكلها غيقول ليكم الصح. بالنسبة للغرامات ديالها 28 غرام، 28.20 غرام، هدا البنات الثمن ديالها 19750 درهم، 19750 درهم اللهم بارك. اختي كريول في الهميزات لا حاليا دابا لا، كاينين في الجديد الا بغيتيهم. على البنات 19750 درهم. هادو راه بالروزاج حرين، غندوزو لك هادو. بالنسبة للأخت اللي سولتنا على هادو ما غندوزوش الحلقات كاملين، نعطيوك غير فكرة وصافي. بالنسبة لهاد الحلقات كاملين راه روزاج حرين، هادو شامبرا روزاج حرين. اختي أسماء تال غدا تال بعد غدا إن شاء الله، يعني راه الأمانة ما كتخدمش السبت والحد. واش هادو اختي اسماء اختي اقبال واش المهم بالنسبه للثمن ديال هادو هادو اختي راه 16000 درهم، ولكن كندويو على الروزاج حرين، الحجر كامل فيها حر.
كاين هاد الناس البنات شي مشكله اختي قبال هنا لك غندوزو غير وحدين باش نكملو في الهبيزات هاد راه اختي راه جديد ولكن ماشي مشكل انا هذا اخشي اقبال 16650 درهم 16650 درهم هادو بالنسبه لي راه مجدال هادو اخشي 27 غرام اخشي غيكونوا في حدود 19700 درهم بالنسبه ل 27 غرام 19700 درهم في هذه الحدود مرحبا اختي اقبال ماشي مشكل لا شحال ساليو اللايف ونجاوبكم في الواتساب ما كاينلاش تصونيو اللايف كيبقى يتقطع على البنات هادي غرامات ديال 8 غرام فاصل 12 ثمن 5600 درهم على البنات 5600 درهم اللهم بارك بالنسبة للقهوة البنات راه باقا جديدة السلعة اللهم بارك 5600 درهم هادي الثمن ديالها 5800 درهم خمسة آلاف وثمانمية درهم أنا البنات أنا اللهم بارك 5800 درهم بالنسبة للطول ديالها أختي كريمة مرة ما عرفتش شكون كيصوني عليا داكشي علاش كيبقى يتقطع نات اللي عجبتها شي حاجه يكفي انها تصيفط لينا غير ميساج في الواتساب وان شاء الله راه كندبل الميساجات الاولين واللي مكتاب ليها شي حاجه راه كدير غير دابا اللايف كيبقى يتقطع وصافي هذا البنات بالنسبة للطول ديالها فراه 46 46 هذا البنات في الطول ديالها أنا البنات شوفوا لي غير البرمة ديالها كيف دايرة يعني السلعة راه باقا جديدة البنات كنقول لكم على الجديد هذا ثمانية غرام فاصلة 44 البنات هذه الثمن ديالها 5800 درهم 5800 درهم اللهم بارك كنا الطول ديالها راه 46 سنتيم والثمن ديالها 5800 درهم كاين هاد السلسلة معاها التعليقة البنات التعليقة فيها يا سلام فيها هاد الخريشات هادو تقريبا راه شي سبعة الخريشات فيها ولا تسعود ما عرفتش بالضبط انا البنات انا خشي هذا الساجي هذا غير صنع البشر
أراك لي صنع الخالق، أن اللهم لك الحمد. الله يرزقنا وياكم الجنة إن شاء الله يا ربي. أنا البناش تعليق واعر الصارة حسن السنس لرا غورمير كيف العادة البنات اللي بغات تعليق أبو حدا مرحبا، اللي بغات السنس لأبو حدا مرحبا. 13 غرام فاصلة 71 الثمن ديالهم 9450 درهم، 9450 درهم. السلسلة بعض المرات كنكون رايح وكندير لها كتسمع داك الصوت ديالها. 9450 درهم البناش هادي. فواحد الصوص راحة نفسية صراحة، شن لا عندي شي ستريس من صاحب التعليق على البنات. 9450 درهم كندوي معاكم بصح كتعطي واحد الصوص يا سلام. كنكون مريح ما كاين ما يدارش كنجبد داك المقل. هذا البنات 9450 درهم بالنسبة للتعليق ابو حدا. شي كريم كتصاحبيني كنضحك راه داو معاك بصح هذوك الخريج الشاش فيها كيعطي واحد الصوص ما اصلا فيهم بحال شكل الجرس. بالنسبه للتعليق ابو حدا كتوزن 11 غرام، 11 غرام فاصل 28 7780 درهم. هذا البنات كندوي معاكم بصح لا. بالنسبه لكم ولكن كنقول لكم على الصوص ديالها هي كتعاني من ستريس ولا شي حاجه من صاحب التعليقه. المتعصبي ديري غيرها، هادشي اللي خاصك ديري غيرها. 7780 درهم البنات هادي. اختي سناح الله يزين ايامك، انا البنات اللهم بارك. كاينين الحلقات اختي امينه مرحبا، اختي رجاء مرحبا بك انتي. هادو البنات كيوزن 12 غرام فاصل 18 هنا البنات حلقات ديال التعليق اللي كنا دوزنا قلنا 12 غرام فاصلة 18 والثمن ديالها، الثمن ديالهم 8400 درهم هذول. وهذا اللي كيبقى يصون علينا الله يهدي، هادشي اللي غنقولو اللايف كيبقى يتقطع بحال هكا البنات. 8400 درهم قلنا الثمن ديال هادو. كانت سنسلة غورميت مع التعليقة ديال الأناناس الشهية. بالنسبة للسلسلة البنات راه طويلة، أنا اللهم بارك أنا البنات الأناناسة. غرامات ديالها 5.40 غرام، الثمن ديال 3700 درهم البنات هادي، 3700 درهم اللهم بارك. أنا البنات 3700 درهم السلسلة ديال الغورميط مع التعليقة ديال الأناناسة 3700 درهم.
شي وفاء الكورميطاج دوزناهم سبحان الله ملي دوزناهم تخرج شي انا البنات كي عزيز كي صامي الله يرزق الصحه والسلامه سبحان من ما يغلط انا البنات قلنا السلسله شي غورميطه ديال البنات التعليقه مع الطروادي غراماج ديال هذا البنات 4 غرام فاصلة 10 هذه الثمن ديال 2800 درهم 2800 درهم انا الله مبارك الفين وتمنمية درهم ماشي مشكلة اختي وفاء مرحبا الفين وتمنمية درهم هادي البنات الله اختي وفاء انت فكرتيني فواحد الجكور ميطاج كنت مدوز الصمش قبيله تذكير مره واجب كنا البنات مدوزناش هاد الجكور ميطاج قبيله غندوزهم ان شاء الله دابا انا اختي وفاء هادو هما الجكور ميطاج اللي كندوز كاينين هاد الجل لي بول هاد راه فيها خريشات فيها جوج خريشات كاين هاد الموديل ديال دق البره حريم السلطان كاينين هاد ديال 3 دي كاين هاد الغورميت هي وزن الله مبارك انا البنات نقصوا من ناخشي مريم ما كاينش مشكل انا ما تقولش لي هذيك السبانه طويله عليا صغيره عليا بغيتي الزياده نزيدوها بغيتي النقص مرحبا اختي وفاء 5.48 اللي فيها الثمن ديالها 3750 درهم بالنسبه لهذيك 3750 درهم اختي وفاء 19 سنتيم يمكن تاكدوا هادي اختي وفاء 19 سنتيم انا البنات غير كنضحكو معاك اختي مريم ان شاء الله طيح شي وحده في قياسك بالنسبه لهادي راه الطول ديالها هادي 19 سنتيم ونص هادي 19 ونص ندوزو لكم البنات غنخشمو هاد اللايف بهاد البراسليات انا الله مبارك اختي وفاء لا ما فيهاش هادي ديال الزياده والنقصان يعني 19 سنتيم ولكن الا بغيتي تصايب بشي خرايص على حساب عبار يدك مرحبا هادي مش مشكل تصايب الا بغيتي شي خرايص نزيدوها مرحبا هذا البنات القياس ديالو 5.9 سي عبد الرحيم مرحبا بك اخويا نهار كبير هذا
هذا عندنا في القياس ديالو 5.9 بالنسبه للجراماج ديالو كيوزن 14.79 غرام، الثمن ديالو 10,200 درهم. هذا البنات 10,200 درهم. اختي سكينه مرحبا بك حتى انت معنا. الثمن ديالو قلنا 10,200 درهم بالنسبه للقياس ديالو راه 5.9. كاين هاد البراسلي ديال الكلو، هذا القياس ديالو كبير شويه. هذا 0.1، انا البنات ها كيفاش كيتحل ويتسد، 0.1 سنتيم. مرحبا بكاع الاخوات اللي معنا اليوم، كاع الاخوات جداد اللي كيتفرجوا فينا اليوم، تابوناو في الباج. ان شاء الله راه كنديروا اللايف نهار الاربعاء والسبت، كندوزوا فيه الهميزات بثمن مناسب، ومرحبا بكم. هذا البنات قلنا 9.79 غرام، الثمن ديالو 6,750 درهم. أنا اللهم بارك، خاتم ديال الكلو 6,750 درهم. اختي لطيفة مرحبا بك، أنا اللهم بارك 6,750 درهم. هاد البنات القياس ديالهم 5.7، فيهم الذهب الابيض والصفر. انا البنات بالنسبه للجرامات 22.93 غرام، الثمن ديالهم 15,800 درهم. اختي السعديه مرحبا بك، 15,800 درهم. أنا اللهم بارك 15,800 درهم. أختي السعدية مرة كتزورينا كديري الواجب. أنا البنات 5,800 درهم بالنسبة للقياس ديال الدورة ديالهم راه 5.7. كاينين الجبراسية ديال فان كليف البنات، أنا اللهم بارك. بالنسبة للصفر راه فيه الحجر في الوردة ديال فان كليف، أما البيض راه مفيش الحجر نهائيا البنات. نقولو القياس ديال الدورة ديالو، هادو البنات بجوج بيهم فيهم 0.1، بجوج بيهم 0.1، أنا اللهم بارك بجوج تقال البنات. بالنسبة للبيض فيه 16 غرام فاصلة 66، الثمن ديالو 11,500 درهم. هذا البنات 11,500 درهم. البنات هذا كتدوزتو شحال هادي غتلقاو بان الثمن مختلف، غير باش نوضح لكم اللي بغى يفوز بشي حاجه يفوز بها، يعني من هنا عاوتاني واحد السيمانات على الاقل غتسمعوا ثمن اخر غير الله يصوب وصافي. انا البنات قلنا الثمن ديالو 11,500 درهم. هذا تا هو قياس ديالو 0.1. هذا البنات قلنا الوردات اللي فيه راه فيهم الحجر، الاول اللي دوزنا ما كانش فيه الحجر. درنا 29 غرام، يمكن اللهم بارك 29.18 غرام، الثمن ديالو 18,050 درهم. 18,050 درهم. أنا البنات القياس ديال الدورة ديالو تا هو راه 0.1. كاين الدبليس شاوة ديال التخرام،
انا البناش هذا قلنا القياس ديالو 0.3 عفوا انا البناش هذا راه 0.8 0.8 كان الله مبارك دبليج ديال التخريم البناش هذا راه ماشي براسلي قياس ديال الدوره ديالو 0.8 غتكون اختي ديك 5.9 تقريبا اللي غتكون هذا البناش الجراماج ديالو 15.09 الثمن ديالو 10400 درهم مليون و 8000 ريال البناش هذا 10400 درهم قلنا وبالنسبه للدوره راه 0.8 كاينين واحد جوج دبيجات ديال الورده فيهم هاد الزويويقه ديال نجوم الليل كنقولوا ليها انا البناش هاد الدوره ديال 0.1 في القياس البناش انا اللهم بارك لسوا 20 غرام كي وزنو 0.13 الثمن ديالو 15950 درهم 15950 درهم بجوج بهم انا البنات الخدمة فيهم يا سلام النقش اللهم بارك كاينين هاد جوج دبال الصويريين تما القياس ديالهم صغير هاد البنات القياس ديالهم 5.8 في القياس انا البنات اللي باغا شي بيجاج في القياس الصغير هادو راه 5.8 صويريين تسعة غرام فاصلة صفر ثلاثة عفوا هذا راه تبليج واحد البنات بجوج بهم كيوزنو 18 غرام فاصلة 32 الثمن ديالو 12650 درهم هادو البنات 12650 درهم انا الله مبارك 12650 درهم كاين هنا هاد تما القياس ديالهم 0.6 هادو 0.6 سنتيم في الدورة 68.11 اللهم بارك 68.11 46995 درهم البناش قولوا 47000 درهم انا اللهم بارك بلاش هادو من ناحيه الصحراء اللهم بارك دبليج اللهم بارك هادو البنات يعني غير ثلاثه راه وزنين 96 64 غرام هذا البنات يعني هاد الوزن راه كيكون في السرتله ديال 7 هاد الوزن عندنا حنا فيه غير ثلاثه يعني من ناحيه الصحراء اللهم بارك انا البنات 47000 درهم هادو بالنسبة للخدمة راه كيجيو منقوشين إخوان جداد اللي معانا في هذا اللايف مرحبا بكم تابوناو معانا كنديرو لي لايف نهار الأربعاء ونهار السبت كندوزو فيه الهميزات بثمن مناسب مرحبا بكم تابوناو معانا الخوت في الباج
أخوات كذلك مرحبا بكم، نتوما اللي عليكم كل شيء، نتوما اللي داير عليكم الفيلم مرحبا بكم. أنا البنات كاينه السرت اللي غنخصمو بها اللايف، وندوزو دوك الجور ميطات اللي كنا نسينا قبيله ما دوزناهم. هذا البنات صرا جديده ماشي هميزات، كان اللهم بارك. البنات 0.90 قياس ديال 0.90 عفوا البنات هذه 0.4 0.4 في الدورة. أنا البنات السامبل والمفشول 7 دبالج فيها وزن 69 غرام فاصلة 85 هادو الثمن ديالهم 50,950 درهم 50,950 درهم البنات. أنا الله مبارك واحد الجكور ميطاج كانوا سلشوا علينا قويلة ما دوزناهمش مع الجكور ميطاج، هما اللي غنخصمو بهم اللايف البنات. كاين هادي ديال فان كليف، كاين هاد التشكيل على الوردة. بالنسبة لفان كليف كتوزن 3.52 غرام الثمن ديالها 2400 درهم البنات. هادي بالنسبة للزيادة والنقصان راه فيها اللهم بارك، كتجي معاها هاد الخميصة كتعطي واحد المنظر زوين. بالنسبة للفينيسو راه رافينيش هذا البنات، الثمن ديالها 2400 درهم بالنسبة لهاد الشيء راه فيها زيادة ونقصان البنات. ألف ومية درهم البنات هادي. أنا الله مبارك إيوا غنخصمو هاد اللايف بالدرويشة. هادي البنات راه تاهي فيها الزيادة والنقصان، الثمن ديالها 1100 درهم اللي عجبتها شي حاجة. وا أختي نادية، أختي نادية حنا يلاه باغي نقول ليهم تصبحو على خير، تي يلاه دخلتي. أنا البنات غنقول لكم تصبحوا على خير، نهاية أسبوع سعيدة يا ربي. اللي عجبتها شي حاجة تسكرينا وتواصل معنا في الواتساب، الرقم ديالنا 0604220628. الله يسهل على الجميع يا رب.